خفيف وغرام تعالي بأحلى لحن بأحلى لحن لطيف من الأرض ريسان في اللي عالي غرام وماله نغمة تحيي نغمة تحيي الأمان. هذه المبادرة الطيبة اللي قامت بها مؤسسة دكتور فنيش ما كان يمكن الا ندعموها كقطاع ديال الثقافه، واكثر من هذا حنا اللي غنطلبوا منهم دابا باش يتعمم هذه المبادره الطيبه للاطفال في مستشفيات الوطن. وكيف ما كتعرفوا فاش واحد الطفل كيكون عنده واحد المرض معين فيمكن الثقافه يمكن الموسيقى يمكن المسرح يعاونوا باش يكون عنده باش يربح داك القوه باش يحارب داك المرض ديالو. وهذا اظن بانه هذا واجب لنا كقطاع ديال الثقافه، وبالطبع حنا هنا الا باش نشكروا المؤسسات الدكتور فنيش لهذه المبادره مره اخرى، مبادره اللي جد مهمه وجد طيبه، وانه يعني مبادره يعني اعتقد من الاولى اللي كاينه في المملكه. وش نقول لكم انا بحقيقه اليوم جينا نتكلموا بالقلب، ما جيناش باش نديروا السياسه ولا باش نتكلموا على الفعل السياسي، جينا الا باش ندعموا مبادرات اللي هي محتاجينها في بلادنا واللي محتاجينها يعني وليداتنا في المناطق كلها في المغرب. لهذا احنا غنديروا يدنا بيد المؤسسه وغنحاولوا يعني نمشيو للمستشفيات الاخرى باش يكونوا عندهم نفس المبادرات ونفس الامكانيات الثقافيه باش نتعاونوا معهم باش ان شاء الله يعني تكون عندهم الشجاعه والقوه باش يفوزوا ضد المرض اللي كيكون عندهم. La Fondation Dr. Abd al-Rahman Fenich est un devoir de mémoire, celui de rendre hommage aux médecins, aux musicologues avant-gardistes et aux mécènes marocains, feu Dr. Abd al-Rahman Fenich. Perpétuer son héritage artistique et culturel, qui est un patrimoine marocain. Aujourd'hui, notre projet, la musique s'installe à l'hôpital, projet soutenu par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et accueilli à bras ouverts par le CHU Ibn Sina, n'est qu'un point de départ pour l'installation de salles et leur animation des salles de musique dans les hôpitaux du Maroc. C'est un projet national. هذا اليوم المبارك كنحتفلوا بتدشين واحد قاعة مهداة للأطفال في إطار واحد الشراكة كاينة بين المركز الشفائي الجامعي ابن سينا ومؤسسة الدكتور عبد الرحمن فنيش. هاد القاعة الهدف ديالها وهو تمكين الأطفال نزلاء المستشفى من الخروج من ديك القوقعة اليومية ديالهم اللي في مواجهة المرض والعزلة، وتمكينهم من نشاط موسيقي يمكنهم أولا من إما التعلم وإما كذلك الاستفادة لمواجهة الحياة اليومية ديالهم، ماشي التداوي بالموسيقى ولكن تعلم ولا الآلات الموسيقية بجميعها. كما لاحظنا في الدورة اللي درناها كان هناك الجيتار، كاين هناك البيانو، كاين هناك بزاف الآلات الموسيقية اللي الأطفال نورمالمون في المحيط ديالهم ما مسؤولاش ليهم، ولكن هنا في المستشفى كاين هذه الإمكانية باش يستخدموا هذه الآلات. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.